الحصة التموينية والتي يعتمد عليها أصحاب الدخل المحدود كونها ترفع قليلا من عبء الحياة عنهم، إلا أن وزارة التجارة لم توزع الحصة للمواطن في العام الماضي إلا 6 أشهر فقط، وهذا العام 4 أشهر بتوزيع مادتين وهما الزيت والرز من أصل 14 مادة. يعني مثلا كان عندنا الشكر كان يستلم المواطن الفرد الواحد ياخذ كيلوين، هسه قام ياخذ كيلو واحد، التمر راح ياخذ كيلو بدل ما ياخذ 3 كيلوات، كل هاي يعني تاثر على المواطن خصوصا اللي عنده عائله كبيره واللي ما يقدر يشتري المواد الغذائيه الغاليه فيعتمد على البطاقه التموينيه اللي هي اصلا قامت تتناقص بظل الظروف الماديه الصعبه. رغم ان الحصه التموينيه لا تصل الى المواطن كامله ومتقطعه بين شهر واخر، لذا قامت التجارة بتخفيض مواد الحصة التموينية إلى النصف، الأمر الذي أثار استهجان المواطن. المشكلة تدري وين؟ المشكلة مو يمنا، المشكلة بالدولة. يعني إذا ما تقدر توفر كيلو شكل للمواطن، يعني شو تحاكي؟ هسه عوف الشكر انصدره، عوف التمن انصدره، الزيت إنتاج عراقي الدار. ليش ينزلوا؟ ليش اكو بالتجاري يبيعون بالسوق ملايين دولارات موجود بس من يجي علينا ما عندنا. مفردات البطاقة التموينية وجدت لتعين الفقراء وتؤمن لهم قوتهم اليومي، لكن هذا القوت بدأ يختفي تدريجيا. للتغيير سعدون السلطان، كركوك.